كيفاش تتخيل الجنة؟ أول سؤال. بالأمل. بالأمل. كيفاش بالأمل؟ فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الحج، فيها صوم رمضان، فيها الصدقة، فيها صلة الرحيم، فيها هذا هو تقرب للجنة كما ودير المعاملة من العباد. تعامل بالعباد تدخل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله، بصح كيفاش كيتخمم الجنة كيفاش تصورها؟ صبرها فيها كل خير، فيها العنب، فيها الرمان، فيها الخيرات تاع ربي. تحب العنب والرمان؟ اي حاسبك. يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وعباريق وكأس معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير ما يشتهون، وحور عين كأمثال المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله. هذو اصحاب الجنة يدخلوا الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. نكونوا منهم إن شاء الله يا رب. إلى كتب ربي. إن شاء الله يا رب.